يا ولا حط ولا حط يا عطني ولا حط ولا حط هنا وش ذي يا سيد يا سيد الست الحسب والنسب بنت الرجال يدفع البلاء بسيت اي والله هوجس ولا نيم مرتاح والحزن في حوش الحنايا بفاروع تو الحين تو عطونا شاركم شم شاركم مقصكم مقراضكم شاركم شم شاركم مقصكم مقراضكم عطونا شارنا شم شارنا مقصنا مقراضنا شاركم شم شاركم اي مستب الامور والدنيا سهلات والدنيا ممر اي 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 شاركم شم شاركم مقصكم اقراضكم عطونا شارنا شم شارنا مقصنا مقراضنا ما حد منكم يخد صوبهم هم صوبهم ينننن ويعسهم شاركم شم شاركم مقصكم مقراضكم عطونا علي الابداع والله انك ما تجيب شيء في خير مقصنا مقرا هذا جبتها وشوي طايحة عطونا شارنا شمشارنا مقصنا مقراضنا ها يا الحزم الضامي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ما مسوي خير الحياة القديمة ظل شلون يعيشون وطفش بدون جوال بدون شيء بيت طين شهب وجيه شهب حياة شهباء عج مرض طفش حالي ايش اسوي؟ وش الفعاليات اللي بسويها؟ اعوذ بالله صد ما عندهم الا طير حمام برجون علي ارحم والديك تعال يا اخي اسمعي يا اخي انا سوحشتي انا متخم من وش؟ القامات تعال يا رجال تعال تعال تحرك تحرك خل فيك حركه عشان تخف شوي هضم تعال يا ولد طفش زهق يا ولد الحياه الاولى كيف عايشين تخيل بدون جوال بدون شيء مثل ذا الحين ترى مسحوبه جوالاتنا حتى شوف يعني تمطل عليهم حصى يعني عج وحياه محقه ولا في عندهم مخيف يعني شفت الامس المشكله اللي صارت بس عندهم شيء وش عندهم اكثرهم حبي يا ولد الله لان الحب قبل صافي من اول قصايد الحب اللي تجيك من اول يا اخي لها 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 رونق خاص إيه مو بذا الحين قلبه فندق عنده حق إيه انا اهلا بشاعر حتى حفظ ما حفظ انا والله اني حفظت قصيده في دمتك واسم بالله حفظتها حفظها مو بطيب بس انها قريبه مره احب القصيده دي وش يقول وش يقول ايه اول تمط الحصى هو يجينا مع هذا الحصى يقول اسمع انا مسير مثل ما انت مسير يا سلام تبغيني وتقفي وقفي وانا ابغيك انا لو اني في حياتي مخير ما كان خليتك وانا خاطري فيك يا سلام وانا خاطري فيك يا سلام يا سلام ها هذه قصيده زين انت والله زين يا ربي طول ايش كذا ايش يا ولد انا ايش الحس يا حمار والله اني لا تيك فلاح انت رحت حذفها انا شو عبد العزيز فلاح من عبد العزيز عزيز اطلع اطلع يا عزوز وين عزوز مو عزوز مغيري تاكدين فلاح شلونك الله يسلم اشتقيت لك صدق اي اخي عرفت الخمول اللي يجيك بعد الفطور كلنا جالس قبل شوي عبد العزيز لقيك شليتك فوق ومرجت بك جالس يا الربع جنبي شجره الصنوبر الله نعم المعروف عني ما عليك زود تستاهل النار المعروف عني تساؤلات غريبه وش عندي تساؤلات واتوقع ان اللي بيبدع في الفلسفه فلسفته تعجبني منهجه الفلسفي يعجبني نعم عمر هذال عمر بن هذال يا هلا مساء الخير هلا بالنور عمر بن هذال عمر ماذا لو كنت ماذا لو كنت استفهام لا لو تقول لي ماذا لو لديك علامة استفهام لا ماذا أنت لو كنت استفهام لو كنت استفهام دقيقة خليني أزين القهوة وش بيكون شعورك
شفتوا شو يسوي لكم؟ هذه عوامل عوامل التعريه، عوامل التعريه هذه. ماذا لو كنت عن استفهام؟ اي ماذا لو كنت استفهام؟ لما استطاع احد الجواب على هذا الاستفهام الله الا شخص واحد وجد تحت التراب. الله الله، ما شاء الله يرحمه ويقول امين. اللهم امين. طيب عمر ابو هذال دون قصور في الباقين، طيب ماذا لو كنت رساله لم تقرا؟ أبحترق. تدري ليش؟ إيه؟ لان اقصر ردود الردود المتاخره، لما ترسل لي وانت في لحظه شعوريه معينه ترسل لي رساله وتحتري مني رد وارد عليك بكره، بيموت شعورك في الرساله ذي وبيصير رديت عادي وان ما رديت بعد عادي، فاتمنى اذا كنت رساله لم تقرا انها تحرق. بالنسبه لعلامه استفهام اتمنى لو لدي علامه استفهام لاهديها لتصبح من احب لكن بالمقلوب. بالمقلوب؟ فهمتها. النقطه فوق. خليني بسوي قهوه. يا الربع معقوله بيجي يوم من الايام. يا ولد اللي حدفنا من. انام عيل يا ملح. تعال تعال سوق قهوه معي. اسالني زي عمر عشان اتكلم زي منمر. معقوله يا الربع انا اتكلم جد والله، معقوله انت يوصل زعل بينك وبين واحد انت تحبه؟ توصل مرحله الزعل اذا 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 مثلا كان السبب ان الرساله لم تقرا نعم بالوقت المحدد؟ نعم. انا اذا اصلا بعض المرات تراسل واحد في الواتساب وتشوفه ما يكون متصل ويقرا رسالتك ويطلع خلاص تحدد رساله عند بالكبد. طيب يمكننا مشغول، يمكن الرسائل واجد. ها يمكن الرسائل واجد. دائما الواحد يكون متميز انشغل عن كل الدنيا، لكن اذا جيت تحاول تفضالي احلم يعني.